أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في الأرواح التي في الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرنا في الجلسه الماضيه ان الله سبحانه وتعالى جعل في روحهم جهات خمسه او ان روحهم مركبه من خمسه امور روح القدس وروح الايمان وروح القوه وروح الشهوة، وروح الحياة التي هي روح المدرج. روح القوة والشهوة والحياة موجودة في جميع الناس، سواء الأنبياء، أم الأوصياء، أم المؤمنين، أم غيرهم. روح المدرج، أو روح الحياة، هو الذي يسبب الحياة في جسم الإنسان. هذا الجسم مادة. المادة لا حياة فيها. ما الذي جعل الحياة في جسم الإنسان؟ الروح. بهذا الاعتبار تسمى روح المدرج. يعني الروح التي يسبب أن هذه المادة اللحم والعظم والدم تدرج تنتقل من مكان إلى مكان. او بتعبير اخر روح الحياه هذه اذا انفصلت يتحول الجسم الى جماد روح القوه هذه الروح هي التي تعطي القوه في جسم الانسان فبه يتمكن من التحرك روح الشهوه بهذه الروح يشتهي الاشياء التي فيها صلاحه هذه الجهات الثلاث في الروح مشتركه بين الجميع، لأن الأنبياء والأئمه أيضا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني تركيبتهم الجسديه هي تركيبه بشريه، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضلهم عن سائر الناس، وكلا فضلنا على العالمين. المؤمنون يمتازون بجهة أخرى في روحهم، وتلك الجهة الإيمان، هذا يعبر عنه بروح الإيمان، الأنبياء والأئمة وسائر المؤمنين، هذه الجهة في أرواحهم موجودة، روح الإيمان الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في ايات متعدده لان الحياه الواقعيه بالايمان والذي ليس بمؤمن هذا لا حياه واقعيه له ولكن يمتاز المعصومون عليهم الصلاه والسلام يعني الانبياء والائمه بروح القدس وقد ذكرنا في الحلقه الماضيه ان كلمه روح القدس تستعمل في معاني متعدده من اسماء جبرائيل عليه السلام روح القدس. هناك مخلوق اعظم من الملائكه هو روح القدس، تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. وارواح المعصومين عليهم الصلاه والسلام لجهة الطهارة التي فيها والنزاهة التي فيها والعصمة التي فيها تسمى روح القدس فلأن الله سبحانه وتعالى قدس هذه الروح بها علم الحقائق لأن الطهارة المعنوية تكون بالعلم والتقوى والله سبحانه وتعالى عصمهم وعلمهم فلذا ارواحهم صارت ارواح قدس يعني ارواح طاهره طاهره بالعلم وطاهره بالتقوى بعد ذلك في هذا الحديث الامام الباقر عليه الصلاه والسلام يقول ان الارواح الاربع يصيبها الحدثان يعني بمرور الزمان تصاب قد تصاب بانتكاسه. مثلا روح الحياه الانسان يموت. انك ميت وانهم ميتون. افان مت فهم الخالدون. كل نفس ذايقه الموت، وايات اخرى. روح الحياه تنفصل عن اجسامهم. هذا بالنسبه للجميع. المؤمن والفاسق والكافر، الرسول والنبي والطاغوت كلهم يموتون، لا أحد يبقى، كل من عليها فان، هذه بالنسبة إلى روح الحياة، روح الشهوة أيضا هذه بمرور الزمان تصاب بفتور، لذا تشوف الناس الذين بلغوا من الكبر عتيا ما يشتهي الطعام لا يشتهي الزواج لا يشتهي كثير من الأمور لماذا؟ لأن روح الشهوة أصابها الضمور ومن نعمره ننكسه في الخلق في آية أخرى أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية فروح الشهوة أيضا يصيبها الحياة الحدثان روح القوة أيضا كذلك الإنسان ثم جعل من بعد قوة ضعفة ضعفا وشيبة الإنسان في شبابه قوي ثم بمرور الزمان هذه القوة تضمر وتقل وتقل وتقل, وتقل. هذا يرتبط بالروح قبل ان يرتبط بالجسد. يبقى روح الايمان. روح الايمان بشكل عام قد يصيبه الضمور. بالنسبة للمعصومين لا لا يتغير لان الله سبحانه وتعالى يعصمهم. لكن بالنسبة الى غير المعصومين قد يشتد وقد يضعف ولذا نرى بعض المؤمنين ارتدوا او فسقوا ومن يرتد منكم عن دينه من الذين امنوا برسول الله لا نفاقا لا امنوا ايمانا حقيقيا ولكن بعد ذلك ارتدوا او نافقوا الله سبحانه وتعالى بالنسبه للمنافقين في سوره المنافقون يقول ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون في البدايه امنوا لكن بعد ذلك نافقوا او البعض امن ثم ارتد عبيد الله ابن جحش هذا من المسلمين الاوائل في مكه كان زوج ام حبيبه بنت ابي سفيان من المسلمين الاوائل وهاجر الى الحبشه مع سائر المسلمين مع جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه لكنه في الحبشه تنصر ومات على نصرانيته ففي البداية آمن، وكان من السابقين إلى الإيمان في مكة آمن، من المهاجرين الأوائل كان إلى الحبشة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه واله إلى المدينة، لكنه تنصر فانفصلت عنه زوجته أم حبيبة، وبعد ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه واله وهي في الحبشة، خطبها وتزوجها. فإذا روح الإيمان قد يصيبه الحدثان بالنسبة إلى عامة الناس، نعم بالنسبة إلى الأنبياء والأوصياء لا، لأنهم معصومون. أما روح القدس هذه الروح لا يصيبها الحدثان. لا غفلة فيها، ولا عبث فيها، لأن الله سبحانه وتعالى من اصطفاء الأنبياء والأوصياء جعل فيهم روح القدس يعني جعل روحهم طاهرة مطهرة بالعلم وبالتقوى وبالعصمة فلذلك لا غفلة فيها ولا لغو فيها لذا لا تلهو ولا تلعب الله شنو هو الله ان يعمل الانسان عملا يغفل عن اشياء اخرى اللعب شنو معناه معناه العمل من غير غرض مره انت تعمل لغرض تشوف واحد يطرق بمطرقه الارض لماذا لرزقه هذا ليس لعبا لكن واحد يطرق الارض بمطرقه لا بغرض هذا لعب فإذا روح القدس لطهارتها لا تلهو ولا تلعب فلا يصيبها الحدثان. عن جابر عن ابي جعفر عليه السلام قال: سألته عن علم العالم يعني علم المعصومين عليهم الصلاه والسلام. لأن الله سبحانه وتعالى ميز المعصومين بالعلم لأنه فضلهم على غيرهم ومن التفضيل العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى سألته عن علم العالم فقال لي يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح ذكرنا في الحلقة الماضية أن خمسة أرواح إما بمعنى روح واحدة فيها جهات خمس، أو لا روحهم مركبة من هذه الأجزاء الخمسة، ومثلنا أن جسم الإنسان له وحدة اعتبارية مركب من أعضاء رأس ويد مثلا ورجل وهكذا، الروح كذلك الروح أيضا جسم مادي كما يظهر من بعض الروايات، أما من يزعم بأن الروح مجردة عن المادة فكلامه ليس بصحيح، ليس له دليل لا من عقل ولا من نقل، وإنما مجموعة براهين وليست براهين وإنما هي أدلة خطابية أقيم على ذلك، لا مجرد من المادة سوى الله، يعني الله سبحانه وتعالى ليس مادياً وخلق الماء مادياً وخلق من الماء كل شيء. لذا جميع الأشياء سوى الله مادية ومنها الروح يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح روح القدس الذي به عرفوا الأشياء كما مر في الحديث السابق وروح الإيمان الذي به آمنوا بالله سبحانه وتعالى وروح الحياة روح الحياة هو نفس روح المدرج يعني الذي يميز الانسان عن الجمادات جسم الانسان شنو فرق عن سائر الاجسام لا فرق كلها اشياء ماديه هذا الجسم صار فيه الحياه بسبب الروح وروح الحياه وروح القوه يقوى الانسان على ان يعمل وروح الشهوه يشتهي بعض الاشياء الآن مثلا النباتات الآن يعبرون يقولون الحياة النباتية النباتات فيها روح الحياة لكن روح القوة وروح الشهوة لا يوجد فيها لا شعور لها لا قوة لها على شيء وإنما ما يحدث فيها من نمو مثلا وإنبات وإثمار هذه أمور ترتبط بروح الحياة وليست مرتبطة بروح القوة يعني النباتات تقدر على شيء مثلا، وليست لها شهوة لأنها لا إدراك لها، الشهوة يرتبط بالإدراك، ترتبط بالإدراك، فروح القوة وروح الشهوة هي التي تسبب أن الإنسان وكذلك الحيوانات تقوى على بعض الأمور، وتشتهي بعض الأمور الذي فيها حياتها كالأكل مثلا فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش الى ما تحت الثرى، يعني كل شيء، لأنه العرش جسم يحيط بالوجود كله، الرحمن على العرش استوى يعني شنو؟ يعني سيطرة على الملك. العرش جسم مادي لكن يحيط بالوجود بأسره، من تحت العرش إلى تحت الثرى، الأرض وانزل تحت الأرض، هذه تسمى الثرى، يعني شنو يعني كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعني من تحت العرش إلى تحت الثرى هو كل الوجود الأنبياء والأئمة بسبب أن روحهم هي روح القدس أو فيها روح القدس لذلك يعلمون الأشياء هذا من اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم ثم قال يا جابر إن هذه أربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب كما شرحنا هذه الأرواح الأربعة يعني روح الشهوة الإنسان شهوته تقل روح القوة قوته تقل روح الحياة الإنسان يموت روح الإيمان قد يكون إنسان مؤمن يفسق أو يكفر إن هذه الأرواح الأربعة يصيبها الحدثان إلا روح القدس فإنها لا تلهو ولا تلعب، يعني لا يصيبها الحدثان إطلاقا. لذلك لا لهو فيها. ذكرنا اللهو بمعنى العمل الذي يسبب غفلة الإنسان عن أشياء أخرى، حتى احنا باللهجة المحلية نقول فلان التهى. يعني عمل عملا وغفل عن غير ذلك العمل. هذا اللهو. اللعب العمل الذي لا غرض من ورائه هذا يسمى لعب فإنها لا تلهو ولا تلعب الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب الأرواح التي في الأئمة عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام المفضل يقول سألت الإمام الصادق عليه السلام عن علم الإمام بما في أقطار الأرض أقطار الأرض الأقطار جمع قطر يعني جوانب الأرض إحنا الآن جالسين في قطر من الأقطار في جانب من الجوانب المقدار الذي نعلم به المقدار اللي حاستنا أو حواسنا تمتد إليه يعني أنا أرى الآن المقدار اللي أراه أعلم به أسمع المقدار اللي في دائرة السمع موجود وهكذا في سائر الحواس، لكن إذا شوية ابتعدنا أو ابتعدت الأشياء، البصر لا يصل إليها، السمع لا يحسها، وكذلك سائر الحواس، فلا علم لنا بها عن طريق الحواس، نعم قد نعلم بها عن طريق الإخبار، واحد يجي يخبرنا بقضية الآن قضية تقع مثلا في قارة أخرى، نحن نستمع بها عن طريق الأخبار أو ننظر إلى تلك الحادثة عن طريق شاشات التلفاز أو شاشات الهواتف الذكية مثلا زين بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة الله سبحانه وتعالى شاء أن يعلمهم كيف يعلمون بذلك سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في بيته مرخا عليه ستره. يعني وسيله التواصل الظاهريه ما موجوده. فكيف يعلم؟ رسول الله صلى الله عليه واله مطلع على اعمال جميع الخلق، كيف؟ لان الله اعلمه بذلك. الله بالذات عالم. الرسول بتعليم من الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون يراد به ليس المؤمنون العاديون. لأن المؤمنين العاديين لا يعرفون كثيرا من الأعمال التي تجري. وإنما يراد بهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام المأمونون على الدين والدنيا. زين كيف الإمام وهو في بيته ومرخى عليه ستره وسائل العلم الظاهرية الحواس الظاهرية ما تشتغل، كيف يعلم؟ فقال بتعليم من الله كيف الله علمه لأن جعل في روحه القابلية روح القدس بسبب القابلية لهذه الروح الله سبحانه وتعالى يعلمه بجميع الأشياء فقال يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل في النبي خمسة أرواح بدأ بالنبي بعدين ينتقل إلى الإمام روح الحياة فبه دب ودرج. دب وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدبيب يعني التحرك على الأرض. لذا هي كلمة الدابة بالأساس تطلق على كل إنسان أو كل حيوان لأنه يدب على الأرض. نعم حسب الاصطلاح اصطلح في الفرس مثلا. لكن هي الكلمة لغة عم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع زين اللي يمشي على رجلين من هو بعض الحيوانات والإنسان فلذلك روح الحياة يعني هذه الروح التي تجعل الجسم الميت حياً فبه دب ودرج، وروح القوة فبه نهض وجاهد، زين الرسول يجاهد، كيف يجاهد؟ لأن له قوة للجهاد، على الجهاد، هذه القوة بسبب روح القوة، وروح الشهوة فبه أكل وشرب وأتى النساء من الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى أراد استمرار الحياة واستمرار النسل فلذا الأشياء التي هي ضرورية لجسم الإنسان جعل الإنسان يشتهيها وكذلك ما هو ضروري لاستمرار الناس جعل الإنسان يشتهيه لأنه إذا الإنسان ما كان يشتهي ما كان يروح بطرفه فكان الإنسان يموت أو الناس ينقطع ولذلك الآن قرأت بعض التقارير عن بعض الأطباء يذكرون أن الإنسان حينما يصير نقص في جسمه من ماده من المواد، لأن جسم الإنسان يحتاج إلى بروتينات، إلى فيتامينات، إلى بعض الأشياء الأخرى. عندما يصير نقص في جسم الإنسان هناك قوة الشهوة تشتغل فيه. يعني يشتهي طعاماً معيناً. يشتهي فاكهة معينة، اللي فيها تلك المادة التي الجسم يحتاجها. شوف يشتهي مثلاً ملح. لان الملح في جسمه مثلا صار قليل يشتهي السكر لان السكر في جسمه صار قليل مثلا احيانا هكذا ليس دائما وروح الشهوه فبه اكل وشرب وشرب واتى النساء من الحلال وروح الايمان فبه امن قلبا وعدل على عملا فبه امن وعدل وروح القدس فبه حمل النبوه لان الى قابليه الاصطفاء يكون هنا في ان يجعل روحه روح القدس فاذا قبض النبي صلى الله عليه واله انتقل روح القدس فصار الى الامام لا بمعنى انفصال روح القدس من روح النبي صلى الله عليه واله لا بمعنى انه توجد هذه الحاله في الامام وكانت موجوده لكن تفعل مثل ما احنا مثلا شنو نقول؟ احيانا نعبر هكذا نقول مثلا لما استشهد امير المؤمنين انتقلت الامامه الى الامام الحسن هذا تعبير مجازي الامامه امامه امير المؤمنين لم تنتقل منه لاحد وامامه الامام الحسن لم تنتقل من احد اليه كلهم ائمه تعبير مجازي يعني امير المؤمنين كان قائما باعباء الامامه والامام الحسن كان اماما لكنه صامت يطيع اباه امير المؤمنين فلما استشهد ابوه قام ونهض باعباء الامامه فالانتقال هنا انتقال مجازي يعني رسول الله كان يقوم بالدور فلما ارتحل قام الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام بالدور نفسه فاذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار الى الامام وروح القدس لا ينام لا نوم فيه لذا من خصائص النبي والائمه انه ينام اي عي تنام عينه ولا ينام قلبه احنا عندما ننام عيننا تنام يعني لا نرى لذا يعبرون النوم الغالب على السمع والبصر وايضا لا ندرك ادراكنا ايضا يصير لحاله من الخفوت كالنوم لكن رسول الله صلى الله عليه واله تنام عينه ولا ينام قلبه لذلك يشعر بما يجري حوله وما يجري في اماكن اخرى لماذا لان الله سبحانه وتعالى جعله الواسطه بينه وبين الخلق وجعل له الولايه التكوينيه والولايه التشريعيه وهذا لا يناسب الغفله وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو الغفله بمعنى عدم الانتباه للشيء نوع من انواع الجهل الا هو بمعنى الاشتغال بشيء يسبب الغفله عن شيء اخر ولا يزهو الزهو نوع تكبر الكبر الفخر الباطل والكذب هذه كلها يقال لها الزهو نشوف واحد عنده نعمة من الله سبحانه وتعالى فيتكبر بها يتبختر هذا هو الزهو وهو من رذائل الأخلاق لأنه صنف من أصناف التكبر ولا يزهو يعني رسول الله هو يعلم بأنه أفضل من غيره يعلم بذلك، ويعلم أنه مقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من غيره، ولكن لا يتكبر على الغير لأن الكبرياء رداء الله سبحانه وتعالى، الرسول صحيح أفضل من غيره لكن من الذي فضله؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه وفضله، والأربعة الأرواح بشكل عام تنام وتغفل وتزهو وتلهو وروح القدس كان يرابح الأرواح الأربعة في كثير من الناس تصيبها الحدثان لكن روح القدس لا يصيبه الحدثان وروح القدس كان يرابح يعني الرسول كان يعلم لأن إلى قابلية العلم لكل الأشياء سواء التشريع أو التكوين القضايا التي تجري كيف يعلم؟ لأن الله منحه روح القدس فهذه الروح لطهارتها تعلم بكل شيء مما أراد الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة وعلما بمقامات أوليائه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين yeah <laughs>